زارعين في منطقة زعير، السيد عبد السلام والبلاد، الوريث الشرعي لمئات الهكتارات والمنحدر عن سلالة كبار القوم منذ عام 1912. وخلال السنوات السبعينيات مع عملية مغربة الأراضي الفلاحية التي كانت في ملكية المعمرين الفرنسيين، استطاع عبد السلام والبلاد توسيع ممتلكته إلى درجة صار معها اليوم أحد أكبر المزارعين الملاكين في بلاد زعير. زعير مفرقة على جوج قسمات، كاين المزارعة مثلا تتشد من الرماني المرشوش النواحي لهنا تتمشي حتى الحدود ديال زعير ديال زمور، وعندنا القفيان اللي هما من لحد الغوالم سيدي بطاش زعيليكا، كانت عندهم تيتسموا القفيان، كانت عندهم مصارفة بزاف مع الشاوية، كانوا جيرانهم، وكانت العلاقة بين القبائل بجوج، كانوا تيسلفني نسلفك، يمكن ندي البهيم ديالي انايا ما كن تكون عندهم، الا كان العام اللي هو ناقص الربيع تمشوا عندهم، ولا كان عندهم ناقص يجوا لعندنا، كنا نعيشوا بحال الخوت. وزعير مشهوره بالصيده من الاول حتى لدابا، دائما فيها الصيده، والناس مبليين بالصيده بالحقيقه، عندنا الناس مبليين الكبار والصغار. والدليل على هذا الشيء راه كاينه واحد الاغنيه تتغني على الصيدة في البلاد، تقولوا لها ورية وحشك الغابة. كاينة نعناع العيطة زعرية، وكاينة ديال الشاوية، ومع الجيران ديالنا تيمشيو عندهم تيجي عندهم ذاك العيطات اللي كانوا ولا يتخلطوا، ما بقاش العيطه الزعريه الحقيقيه. كاين بعض الاغاني حقيقيه، كاين بعد الناس اللي هما باقيين عارفينها، وليني ولات تقل، ما بقاتش تخلطت، ولات تخلطت مع المرساويه، كاين اغاني مرساويين وكاين اغاني زعريين تخلطوا شويه، غاديين تيزينوا في الاغاني ديالهم. الان كاين دابا الاغاني اللي تخلطت ولات مزيانه، يعني قبل كانت العيطه الزعريه معروفه بوحدها. هي زعير في التاريخ ديالها الاول ما كانش هادشي ديال الحديد، ما كانش هاد الالات اللي كاينه اليوم، ما كانتش تماما. زعير كانت اول حاجه ما كانوش هادشي السكنات ديال الديور، ما كانوش، كانوا الخيام. وكان القبائل كل قبيله عندها دوار ديالها، وكل دوار تتكون فيه ديك 30 40 ديال الخيمات، وفي الوسط يكون الجامع باش تيقريو الدراري القران. هذه العاده ديال زعير الاولى. وكان ذاك الدوار لابد تيكون فيه واحد بحال القايد ديالهم، مثلا لو وقعت شي مشكله عند شي واحد او كذا او كذا، تيعرضوها على ذاك السيد اللي هو عاطينو اسم القايد ديالهم، ماشي قايد بحال ديالو، يعني كان تيحترموه، ولا فصل شي حاجه ما يدور تيقبلوها. كانت النيه، كان يعني النية اللي يطلب شي حاجة اللي ضرت له شي حاجة تيمشي عند داك السيد. وكانوا تيفلحوا،